ذلك لو جيت انت ويا ولد اختك ايش بيقولون الشباب؟ بيقولون ان ذي مؤامرة بينك وبين ولد اختك عشان تسوون احزاب في المزرعة، جيت انت حق ولد اختك تسوون دوت دام رياضي او يعتمد على حسب التفكير تام. فانا ايش اقول؟ ايش اقول انا؟ انت تداوم شهر وشهر صح؟ الشهر ذا انت اجازة؟ اجازة تجي انت انزين، الشهر اللي بعده انت تداوم يجي بدوي. انا ما ودي يجي مره واحده، خلاص خلاص زمني انا باجي لا يجي هو انا ويقدر عندي اخت ينفعها صح اقول لا يقدر ينفعها انا خلاص ياكد انه خلاص العب يجينا ما مليتهم هنا انت لا ملينا معكم ملينا طايره طايره صح 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 ترى ابو دويش مطبع مثلي ابو دويش ترى اذا كم حبيته ترى مطبع مثلي ايه ايه صح لا اي لان انت الاصل غفار طول لي عمرك لا لا هذا الجد لا لا حبيب زين هذا زبدة الكلام خلاص تم ما في تم 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 خلاص انا ويا انا ويا خالك اتفقنا اتفقنا الحمد لله ان شاء الله تكون موافق وشرط الموافق اهم شيء وافقت اهم شيء انك انت موافق على الاتفاق موافق اهم شيء خالي يجي يعني الحمد لله عادي اتفقنا يا ابو دويش لا ابو وياك ابو وياك وياهم قصدك وياهم قصدك انا وياك اي خلاص تجي ويانا اتفقنا يا ابو دويش ان انت تسجل خروج وخالك يسجل دخول شلون شلون يعني خالك يجي محلك في المزرعه انت برا وخالك يجي معانا في الاستراحه على طول تقول على طول قصد انك انت تقعد يوم في البيت وانا اقعد هناك عرفت شوي شوي على تقول على طول انك تقعد انت يوم وانا اروح يوم فهمت يا ابو دوي لا عرفت انا اروح يوم انت اروح يوم فكر قام يرمش ده لا لا يفكر لا يا ابو دويش بس انت ملزم ان خالك يجي في الاستراحة فانت لازم تضحي عشان خال يستاهل خالك خمك خمك فكرتوا علي يعني لا ما اتفقنا عليه اتفقنا وياك وياك ان خال لازم يكون موجود معانا في الاستراحة يفكر فكر فكر خالي يبي يصرفي ويمسك مكاني يم محل واحد لا ابو دويش تعود من بليز يا ابو دويش ما ما بعتك يا ابو دويش ما بعتك بس انا اقول يا انت خالك ما يصير اثنينكم مكان واحد ما توقع قام نشرب عصير قام نشرب ما بعتك قام نشرب عصير قام العشره اللي بيني وبينك ما بعتك يا ابو دويش كم نشرب عصير قام بسرعة نشرب عصير قام ما بخلص ما تاني كل ده عشان مبنى والله مو بيضحك يا الامراض هذا ماكدونالدز هالكثر بوسات ها شلون اوديك مكان ثاني بعد؟ لا واقف بابا ما في وقت من زمان ما دخلنا والله ما في وقت يا حبيبي ناخذ سفري اقصد من داخل ناخذ سفري شلون؟ لا خلاص هنا الحين درايف ثرو سريع سريع لا هذا خذوا عليه ريالين في الفصل وزعلان ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ والله تغرغر عيون صغير ليش عاد؟ ها؟ ليش عاد؟ منهم طيب اسمع بضبطك عايش اللي تبي تبي تروح البقالة تبي تروح البقالة بعد خذوا عليك كام ريالين ها
كم اخذوا عليك؟ أربعة. أربعة؟ طيب يعني شريت بستة وأربعة اخذوا عليك؟ طيب ستة شريت بها، ليش زعلان؟ ها؟ لا تحط فلوسك في الطاولة يا بابا، خلهم جيبة. خلاص اسمع، أوديك الحين بقالة أشتري لك، بس فسحة يومين ما في، أوكي؟ يعني ما في فلوس فسحة، لأنك تضيعهم. أوكي. باقي. ليش ما تبي تروح مدرسة؟ أنا نسيان. يسوي نفسه ما يشوفك كل يوم. يقول لا حد يتكلم بس أربعة. يادي كمان تزكتين، أنا أنا برفع يادي ما يشوفاني، بس طالع للصالون. بعدين كسرت يدك. طيب شو المشكلة إذا يبيك هو بيجي ناديك، ارفع يدك شو المشكلة؟ قال لي ينكسر ظهرك. والله كل شيء مو بعاجبك. قول شلون تقول؟ والله نسيت يا بابا، بس خلاص شريت لك من ماكدونالدز حق ايش تبي بقالة؟ ها؟ تعال تعال وسام تعال، شبيك انت الان مبرطم اليوم؟ ها؟ ولا شيء؟ خلاص يا بابا خلاص تقعد كل شوي تصيح تغرغر، ها؟ لا حول ولا قوة، طنقر اليوم.